ككل سنة يجد سكان الجنوب الجزائري أنفسهم على موعد مع سباق المهر. هذه المرة سيتم تنظيمه في عاصمة الأهجار تمن راست منتصف الشهر الجاري. يتسابق فيه الجمال في مضمار بطول 14 كيلومتراً. تحت الرعاية السامية تاع ولاية طمرس إن شاء الله راح يقام سباق يوم 14 أوت في تيديسي منطقة تيديسي عند المطار إن شاء الله. سباق مكلفة به الولاية والجوائز إن شاء الله راح تكون من محبين تاع الرياضة هذه في ولاية طمرس على منافسة سباق المهاري 14 أوت. سباق الجمال أو المهاري موروث ضارب في التاريخ يحظى باهتمام كبير من سكان المنطقة الذين توارثوه عن الأجداد وبعضهم شارك خارج الجزائر. احنا جينا هنا يا ولاية طمرس مستدعين السباق اللي عندنا ان شاء الله نهار 14 ان شاء الله في الشهر هذا الجاي شهر اوت. وانا متسابق اليوم في عده ولايات، بديت في تونس، بديت في ليبيا، وديت في كل بلاصه، بديت في اليزي، بديت في طمرس، بديت في ورقلة. ثم انا هذه المتسابقه مخليها لعيالي الوالد تاعي، هو اللي تسمى كان في الميدان هذا وداتني هو عده مراتب، هذا هو شديت انا بلاصته. الفرجة التي تصنعها الجمال في يوم واحد تأتي نتيجة عمل شاق ومصاريف كبيرة من مربي الجمال طيلة السنة، مما جعلهم يناشدون السلطات تقديم يد العون والمساعدة لهم لاستمرار هذا الموروث. وطالبين منهم يعاونونا، رانا تعبانين في البعض ونخلصوا من جيوبنا، ما لقينا لا شعير لا فصل لا من جيوبنا، وتعبانين والكوارس ما كانوا متباعدين. ورانا نعانوا والله إلا نعانوا، بعد ما نشروه من جيوبنا ولو كان نخلصه من جيوبنا وكل شيء من جيوبنا سم. حين تجتمع الهواية والشغف يصبح المستحيل ممكنا، وتغدو الصعوبات الشاقة كنسيم ليلة باردة في الصحراء، صفة إن بعثت من عيون هؤلاء الشباب الطموح السعي لواقع أجمل وأفضل.